حياكم الله مشاهدي قناة شوف تي في، وأهلا بكم إلى حصاد اليوم. والبداية بالعناوين: المغرب يعزز حضوره الحقوقي دوليا بنجاحه للمرة الثانية على التوالي في الانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. صندوق المقاصة يصدر تقريرا مثيرا وصادما يكشف من خلاله اختلالات تدبيرية في توزيع الدعم المالي المقدم للشركات. في ريبورتاج الحصاد نسلط الضوء على مهنة بائع التحف بالمغرب المعروف بأصحاب البازارات. إلى التفاصيل، حيث تمكن المغرب من انتزاع مقعد ثمين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد التصويت المكثف لصالحه من قبل البلدان الإفريقية، رغم المنافسة الشرسة التي احتدمت بين الأطراف المنافسة. المغرب انتخب ب 163 صوتا من أصل 193 دولة عضوة بالجمعية العامة للأمم المتحدة. تفاصيل حول الموضوع مع غزلان أنور. المغرب ينجح للمرة الثانية على التوالي في تحقيق انتصار حقوقي دولي بانتزاعه لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حيث منحت 163 دولة من بين أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة أصواتها لفائدة المغرب كي ينضم للمرة الثانية في تاريخه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الأممية والموجود مقرها في جنيف السويسرية. وقد تم انتخاب المغرب لولاية من 3 سنوات ابتداء من فاتح يناير 14 و2000 عقب تصويت 193 دولة عضوا بالجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال عمر هلال الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بنيويورك إن انتخاب المغرب عضوا بمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة انتصار باهر يعود إلى التصويت المكثف للبلدان الإفريقية. وأضاف هلال أن الدرس المستفاد من هذا: التصويت المكثف يتمثل في التقدير الإيجابي جدا للعمل الذي يقوم به المغرب داخل مجلس حقوق الإنسان، حيث أن المغرب يريد أن يطبق على الصعيد الدولي ما انخرط فيه على الصعيد الوطني، وهذا أصبح ممكنا بفضل الإصلاحات التي انخرط فيها لا سيما في مجال حقوق الإنسان. يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان هيئة حكومية دولية داخل منظومة الأمم المتحدة مؤلفة من 47 دولة عضوا في الأمم المتحدة تنتخبها الجمعية العامة للأمم المتحدة، مسؤولة عن تدعيم تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم، وعن تناول حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها. ولتسليط الضوء أكثر حول هذا الموضوع، كان لنا اتصال هاتفي مع الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد صبار. سي صبار، البعض اعتبر فوز المغرب بهذا المقعد مكسبا مهما سيعزز به ملفه الحقوقي على مستوى مفاوضاته الدولية فيما يخص وحدته الترابية. ما أهمية ودلالة هذا الحدث؟ أولا المغرب حظي مجددا بعضوية مجلس حقوق الإنسان وبأصوات عالية وصلت إلى 103 صوت، وهذا يترجم تقدير المنتظم الدولي للمغرب ولجهوده في مجال حقوق الإنسان وللتطورات التي عرفها المغرب في المشهد الحقوقي العام. أولا وجودنا في المجلس هو أهم من وجودنا خارج مجلس حقوق الإنسان. ثانيا طبعا لابد من تطوير علاقاتنا الدولية سواء الثنائية أو الجماعية مع كافة شركائنا. يجب أن لا ننسى بأننا نحن الشريك المتقدم على الاتحاد الأوروبي، نحن الشريك المجد الديمقراطي مع مجلس أوروبا، وطبعا هذه المواقع هي مواقع أساسية مهمة في اعتراف بالدور الوزير للمغرب، ولكن تتبع أي التزامات دولية، فلابد أن نكون في مستوى التزاماتنا الدولية، وهذا طبعا يتطلب سياسات عمومية منسجمة في مجال حقوق الإنسان.
شكرا جزيلا للأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد صبار على كل هذه التوضيحات. اقتصاديا، تقرير صادم ومثير يكشف من خلاله صندوق المقاصة عن اختلالات تدبيرية في توزيع الدعم المالي المقدم للشركات. تفاصيل هذا التقرير مع إبراهيم النعنعي. تقرير صادم حول صندوق المقاصة أعدته مديرة الصندوق يكشف اختلالات خطيرة في توزيع الدعم المقدر ب 54 مليار درهم المخصصة لدعم المواد الأساسية. التقرير كشف عدم توفر صندوق المقاصة على اشتراك دولي يمكنه من الاطلاع ومعرفة الأسعار المواد الأساسية في الأسواق العالمية، ويكتفي الصندوق فقط بالاعتماد على فواتير الشركات كوسيلة لإثبات المصاريف، مصاريف تكلفة الاستيراد، وأن بعض الملفات الدعم يتم تصفيتها في غياب أي وثيقة مبرهنة حسب نفس التقرير. لكن الأستاذ أديب عبد السلام المحلل الاقتصادي اعتبر هذه المعلومات مغلوطة وغير منطقية. هذه الخلاصة اللي صليها التقرير في واقع خلاصة غير معقولة أو غير منطقية. نحن نعرفوا أجهزة ديال الدولة اللي يمكن لها تعرف جميع الحسابات الشركات تشتغل، لا عن طريق وزارة المالية، لا عن طريق الحسابات، لا عن طريق واحد العدد ديال المؤسسات، البنك المغرب آخره. فإمكانيات ديال معرفة الحسابات ديال الشركات هو متناول. ليس هذا فقط، بل يشير التقرير إلى عدم تمكن صندوق المقاصة من استخلاص 4 مليار درهم إلى حدود ما تم أكتوبر الماضي يستفيد منها الصندوق من خلال الاقتطاعات المفروضة على الشركات لتكوين مخزون آمن بالنسبة لغاز البوطان. هذا المعطى اعتبره الأستاذ عبد السلام أديب في صالح الشركات الرأسمالية. هذا هو دخل في التسهيلات التي تديرها الدولة للشركة الرأسمالية. فالشركة الرأسمالية تستفد من متأخرة الضرائب التي تلغى، الشركة تستفد من تخفيض المعدلات ديال الضريبة، الشركة تستفد من الدعم ديال الدولة. فبطبيعة الحال حتى هذا المجال هذا إخفاء الفواتير، إخفاء المعلومات، فهي صالح رأس المال. وصارت حالة أن الدولة لو أنها كانت حازمة أو بغت تطلع على الحسابات وتخلص المبالغ تتسليها، فغيكون قرار واحد وواحد العمل جدي، فغيمكن تخلص جميع دوك المبالغ. أمام هذه الاختلالات الكبيرة والخطيرة، فإن إدارة الصندوق لا تتوفر على إمكانيات بشرية مهمة، وعدد الموظفين لا يتجاوز 27 موظفا أغلبهم ذو مستوى تعليمي متواضع. وهنا يمكن طرح السؤال عن أي إصلاح وحكامة تتحدث عنها حكومة بن كيران. في الخبر الدولي، أكد نشطاء سوريون مقتل العشرات من جنود النظام ومن يوصفون بالشبيحة في تفجير 3 سيارات في جنوبي العاصمة دمشق، وسط أنباء عن سيطرة النظام على بلدة الحجيرة بالريف الدمشقي، في حين احتدمت الاشتباكات بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة في حلب. وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ليوم الأربعاء مقتل 11 شخصاً في محافظات سورية مختلفة، بينهم طفل واثنان من الجيش الحر. إلى روبورتاج النشرة الذي نسلط من خلاله الضوء على مهنة بائع التحف بالمغرب المعروفين بأصحاب الوزارات الذين ارتبطت منتوجاتهم المعروضة بما هو نادر وغريب. هنا لن تجد إلا ما خف وزنه وغلى ثمنه. التفاصيل مع إبراهيم النعنعي. البازارات مجموعة من الواجهات التجارية المتواجدة في المدن العتيقة الخاصة بعرض المنتوجات الصناعية التقليدية التي تزخر بها بلادنا. المدينة القديمة بالدار البيضاء إحدى المدن المغربية التي توجد بها العديد من البازارات، حيث أصبحت هذه البازارات نبراسا مضيئا للعاصمة الاقتصادية ومعرضا مفتوحا في وجه السياح والزوار الأجانب وكل من وطأت قدماه المدينة العتيقة لاقتناء أنواع مختلفة من المنتوجات الصناعة التقليدية. حاليا حنا
هذه تقريبا 15 سنه او اكثر وما يجي على شيء، ما بقينا كنشوفوا سواح، ما بقينا كنشوفوا اجانب، ما بقينا كنشوفوا والو. مجازي وخص واحد الالتفاته تكون لهذا السواح باش يعرفوا هذا المكان ويعرفوا هذا المحل ويبداو يجيو ويجيبوا من الناس المسؤولين ويوريوهم هذه المحلات يعني قدام هذه المحلات وتنساو دابا حالين. هذه البازارات التي تعرف بثقافتنا وبإبداع الإنسان المغربي كانت في العقود الأخيرة تشهد رواجا وازدهارا كبيرا، ولكن اليوم حال البازارات لا تبشر بالخير. المنتوجات تنبيعوا هنايا الزرابي التقليدية، كنبيعوا الحنابل ديال الشلوح، تنبيعوا العابن، كنبيعوا الحوايج قدام، كنبيعوا لي زارتيزانال لي زونتيكيتي لي شوجون د انسيان، كنبيعوا تقريبا النحاس، كنبيعوا حويجات، كنبيعوا صواني، كنبيعوا داك الشيء السيراميك، كنبيعوا فخار، كنبيعوا داك الشيء ديال اسي، كنبيعوا ديال فاس، يعني عندنا العام متنوع. هذه المعلمة التاريخية والثقافية العريقة يجب الاهتمام بها والحفاظ عليها باعتبارها تراثا مغربيا اصيلا. رياضيا، تأكد رسميا أن المباراة التي ستجمع بين فريقي الرجاء البيضاوي والدفاع الحسني الجديدي يوم الاثنين 18 من نوفمبر ستكون في إطار المباراة النهائية لكأس العرش، حسب ما أكده مصدر من داخل الجامعة المغربية لكرة القدم، والذي أكد أن الجامعة توصلت قبل قليل برسالة من الديوان الملكي بخصوص إقامة المباراة في موعدها وهو 18 من نوفمبر، وذلك في حدود الساعة 5 مساء في ملعب مولاي عبد الله بالرباط. لقطة هذا اليوم من حصاد اليوم نرصدها بالصوت والصورة مع تعليق خاص ومثير حول العادات المصاحبة لمناسبة عاشوراء. حنا كنبيعوا ونشرو هنا، عمرنا شفنا السحر ولا شي حاجة هنايا. هنا كيتباعوا العشوب، كياخذوا الناس العشوب من هنا وكياخذوا داكشي ديال اللي تعيشورات فسيخه، داكشي اللي كيديروا الناس في المغرب معروفه عيشوره بالتفسيخه في ليله العواشر الناد هادي بس شي حاجه اخرى ما كايناش، ما عمرنا شفنا هنا شي حاجه ديال السحر. هو ليله العواشر دائما كيكونوا المجامر وداكشي كيكونوا كنسمعوها، ما كاينش شي مره كتجلس بعدا على راجلها هنا عندنا في المغرب. ورا الناس في المغرب جايب الرجاله بالسحور. انا براسي نيت. لله في خلقه شؤون. نهايه الحصاد، دمتم في رعايه الله والى اللقاء.